أو أحيانا التفاؤل بكتاب الله، التفاؤل بالقرآن الكريم، فهذا أمر نحن لا نشك فيه. ربنا أعطانا هذا الكتاب كتعاليم، كقيم، كمثل، كقواعد، كأصول، لكي نعمل بها في حياتنا ونمتحن بها في دنيانا. لكن أيضا يمكننا أن نتفاءل بالقرآن الكريم فيما يرتبط بأمور نحن في حيرة من أمرنا فيها. هذا التفاؤل بكتاب الله أيضا نوع من أنواع الإلهام. أنا شخصيا لا يمكنني إحصاء عدد المرات التي كان لله عز وجل الفضل في توجيهي لما فيه خيري، ولو أردت أن أكتب في ذلك كتابا لتجاوزت عدده صفحاته 1000 صفحة. هنا أنقل واحدة منها. كنت في بدايات الحرب الأهلية في لبنان، كنت في بيروت، وكان معي 3 من الأصدقاء. كنا نسكن في فندق صغير قرب ساحة البرج، وذات يوم حذرنا العاملون في الفندق من البقاء فيه تلك الليلة، لأن مالكه كان طرفا في الحرب الدائرة، وقد اضطر إلى سمعهم أن هجوما محتملا على الفندق قد يحدث في تلك الليلة من قبل الطرف المقابل. فخرجنا نحمل أمتعتنا نبحث عن فندق آخر. اقترح أحد الزملاء أن نذهب إلى فندق في ساحة البرج، ومع تنقل الحرب من مكان إلى مكان خفنا أن لا يسلم ذلك الفندق أيضا من أي حادث. فقررت التفاؤل بالقرآن الكريم، وأخذت كتاب الله وذكرت الله وحمدته وصليت على نبيه وعلى آله وتفاءلت بالقرآن، فخرجت الآية التالية: انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وكانت الآية توعي بأن الفندق ربما سيتعرض للنسف، فعدلنا عن السكن فيه وقررنا الذهاب إلى الجبل. هناك في الجبل اضطررنا للبقاء قرابة 3 أسابيع، حيث أن الطرقات انقطعت إلى بيروت وشبت الحرب في جميع أحيائها. ولما هدأت لعدة أيام ذهبنا لنعرف ما الذي حدث في المدينة، ووصلنا إلى ساحة البرج لنرى الفندق الذي كدنا أن نسكن فيه. رأيناه قد تهدم على رؤوس ساكنيه، وقتل فيه 19 شخصا، وكانت جثثهم لا تزال تحت الأنقاض. لقد ألهمنا الرب تعالى عبر آية قرآنية أن لا نسكن هناك، وحذرنا من نسفه تماما من خلال قوله تعالى: لننسفنه. وأنت أيضا إذا عرضت لك حاجة فلا تذهب بك الأهواء يمنة ويسرى، بل ارجع إلى ربك، اطلب منه أن يختار لك ما فيه الخير، استشره في أمرك فستجده خير ناصر وخير معين يهديك إلى سبيل الرشاد. وقد تقول: كيف السبيل إلى ذلك؟ بالتأكيد هناك أكثر من سبيل، وإليك أحدها مرويا عن الإمام جعفر بن الصادق حيث قال: إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله ربه، فإن أشار عليه اتبع، وإن لم يشر عليه توقف. الراوي سأل: يا سيدي وكيف أعلم ذلك؟ يعني كيف أعرف أن الله أشار علي فحتى أتبع، أو أنه لم يشر علي حتى أتوقف؟ قال الإمام: تسجد عقب المكتوبة، يعني بعد الصلاة الواجبة، صلاة الصبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، تسجد وتقول: اللهم خير لي، يعني أنت اختار لي.
تقول اللهم اغفر لي 100 مرة، ثم تتوسل بنا يعني بالنبي وأهل بيته، وتصلي علينا وتتشفع بنا، ثم تنظر ما يلهمك تفعله. شوف إلى أين تميل، يعني بعد أن فعلت هذا وقلت 100 مرة اللهم اغفر لي، وصليت على النبي وتوسلت وابتغوا إليه الوسيلة، توسلت بالنبي وآله وصليت على النبي وعلى آله، انظر إلى أين تميل في هذا الأمر، يعني اجى في بالك أنه تفعل أو لا تفعل، وإذا تفعل بأي طريقة تفعل. ثم يقول الإمام فهو الذي أشار عليك به، يعني ربنا أشار عليك به هذا الأمر.